انجح مع ميتزو. 1200 تونسي وتونسية يخدموا اليوم في ميتزو اللي تم اختيارها واحدة من أفضل 5 شركات نجم تخدم فيهم في تونس. Best place to work. ميتزو تونس مركز النداء حاضرة معانا منه اليوم سناء الشريف مكونة فورماتريس في المركز باش تحكي لنا على الأفكار الرائجة فيما يتعلق بمراكز النداء على أنها تعدي وقت كان في الجواب على التليفونات. هذه هي الخدمة. أهلا وسهلا سناء. مرحبا. مرحبا بك. عايشك. مرحبا سناء. شو رأيك في الفكرة هذه اللي تقول أنه في مراكز النداء وميتزو هو من أبرزها اللي موجودين في تونس تعدي وقتك كان تجاوب على التليفونات؟ أنا باش نبدأ بالمقدمة متاعك أنت. 1200 عامل في ميتزو اليوم. 1200 عامل certainement باش تتعلم منهم حاجات. دونك أبار tout ce qui est هذين تليفونات الفولي الثاني اللي باش نجي. وي. الغولاسيون مع الناس تتعلم كيفاش تعيش وسط مجموعة كبيرة من الناس. certainement les profils ماهمش كيف كيف. دونك تتعلم برشا حاجات في الكوتي اومان في الكوتي متاع ديفلوبمون بيرسونيل باش تبني شخصيتك باش تاخذ ثقة في روحك باش تعرف المعاملات متاعك كيفاش تصير في وسط شركة في وسط كادر صغير من المجتمع. مجتمع صغير. توا باش نمشيو للكوتي بروفيسيونيل والتليفونات. التليفونات زادا يعلمونا يعلمونا الصبر، يعلمونا كيفاش الكونفيونس في رواحنا. احنا سيغتينمون مجتمع تونسي، نحكيو بالتونسي، صحيح قرينا فرونسي، صحيح عندنا باك جراوند فرونسي، ما مارسناهوش. دونك نتعلموا نصلحوا غلاطنا، نغلطوا، نتيحوا، نقوموا، نتعلموا لومباتي، كيفاش نحسوا بغيرنا، نسمعوه، نفهموه، ومن بعد نتعلموا باش نكبروا، باش نشوفوا حاجه ما خير، نطلعوا ايفولوسيون شويه. نخدموا فورماتور ايفولوسيون انترن. من الفورماتور تتحل افاق اخرى، ندخلوا في السوسيتي نتاعنا، ندخلوا في لي بودجي انتر بلوتو في لي بروجي انترن نتاعنا. عندنا راديو انترن، اون ا بروبوزي سا للادمنستراسيون، قالوا لنا الله يبارك، حلوا لنا ستوديو، جابونا ليكيبمون، قاعدين نعملوا في انيماسيون انترن، نوصلوا في الكوميونيكاسيون في لي انفورماسيون. معناها نتعلموا من كل حاجه، من كل دقيقه نعديوها في ميتزو، كو سو سوا نخدموا بلان طون، نخدموا مي طون، نخدموا بلانينغ بريفيرونسييل لي ستوديون تو سكي مامون فويي والكل. معناها فما ديزارانجمون باش نخدموا باش نتعلموا وباش نهزوا تليفونات وبيان سور نعطيو ساتيسفاكسيون للكليون تاعنا. اكسيلون. وديجا تبارك الله عليك، معناها بديت نخاف على بلاصتي. وانت من الناشطين في الإذاعة الداخلية. أبا كأني فهمت، حتى أنا فهمت. إكسلون. هكا فسرت لنا كيفاش سناء شريف المكونة الفورماتريس في ميتزو فهمتوا أنه في ميتزو ما تعديش وقتك كان في الجواب على التليفونات، هما تتعلم برشا حاجات. شكرا سناء. يعيشك. انجح مع ميتزو.